كلنا لدينا غاز، ومع ذلك نشعر بالحرج من قول ذلك لمقدم الرعاية الصحية والأصدقاء في محادثة اجتماعية. يعاني من 10 إلى 5 البالغين من شكاوى الجهاز الهضمي من التجشؤ أو انتفاخ البطن. إليك الأخبار السارة. لا يعني الانتفاخ والغازات بالضرورة أن هناك شيئا خاطئا في عملية الهضم، ولكن للتخفيف من الغازات وإحراجها، فإن المجالات الأولى التي تتخصص فيها هي النظام الغذائي وعادات الأكل. مرور الغاز. أكثر 3 طرق شيوعا لطرد الغازات هي التجشؤ وانتفاخ البطن ورياح البطن. يتم إفراز الهواء المبتلع، والذي قد يبقى داخل المعدة لفترة من الوقت، عن طريق التجشؤ. يحدث الانتفاخ عادة مع احتباس الهواء داخل القولون أو الأمعاء الدقيقة، وعادة ما يتم تمرير الهواء الماهر في الأمعاء على شكل ريح. ينتج الفرد التقليدي ريح البطن من 12 إلى 25 مرة في اليوم، مع زيادة الغازات داخل الأمعاء في وقت لاحق. خلال اليوم أكثر من السابق. يتكون الغاز المعوي من الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والميثان. يختلف التركيب اعتمادا على نوع الغاز المعوي. ينتج الغاز عن عوامل مختلفة، أهمها سلوكيات الأكل وبالتالي التخمر البكتيري لبعض الأطعمة. التخمير البكتيري. القولون مليء بالبكتيريا والخمائر والفطريات التي تكسر الأطعمة التي لا تهضمها الأمعاء الدقيقة، ومعظمها من أنواع مختلفة من الكربوهيدرات. تتمتع هذه البكتيريا بشكل خاص بالكربوهيدرات غير المهضومة، وبالتالي يؤدي التخمير إلى إنتاج الغاز. ويتم طرد الهيدروجين والميثان في صورة ريح. اللاكتوز هو أحد المصادر الأكثر شيوعاً للكربوهيدرات المسببة للغازات، ويؤثر على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، مما يعني أنهم لا يمتلكون إنزيم اللاكتاز اللازمة لهضم الكربوهيدرات. عادة يوجد اللاكتوز في منتجات الألبان. الفاصوليا هي ثاني أكثر الكربوهيدرات شيوعاً في إنتاج الغاز. الكربوهيدرات غير القابلة للهضم في الفاصوليا والتي تسبب ريح البطن هي رافينوس. السلوكيات وخيارات الطعام والنشاط. يمكن أن تؤدي سلوكيات الأكل والعادات الأخرى مثل مضغ العلكة وابتلاع الأطعمة والشرب مع الأكل إلى ابتلاع الهواء. الأطعمة كبيرة الحجم مثل الخس والملفوف والخبز الكثيف الذي لا يتم مضغه إلى قطع صغيرة بما فيه الكفاية، يزيد من ابتلاع الهواء. عادة ما يحتوي الهواء المبتلع على الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. تميل إلى عدم وجود رائحة كريهة، لكنها تساهم في الشعور بعدم الراحة المرتبط بالغازات. يختلف الناس على نطاق واسع في مدى حساسيتهم لإنتاج الغاز. يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بسجل غذائي لتوثيق حوادث الغاز في إشارة إلى الأطعمة التي يتم تناولها إلى إلقاء الضوء على ما إذا كان الطعام أو السلوك. يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم الأمور. السلوكيات وخيارات الطعام التي يمكن أن تسبب الغازات. السلوكيات. التحدث أثناء الأكل. الأكل عند الانزعاج. تدخين أو مضغ التبغ. استخدام قشة أو زجاجة رياضية. إرهاق معدتك. تنهد عميق. شرب المشروبات الأكثر شعبية أو الباردة. مضغ العلكة أو أكل الحلوى. الشرب من نافورة الشرب. الملابس الضيقة. استخدام الأدوية على المدى الطويل للتخفيف من أعراض البرد. الأطعمة. المشروبات الغازية. الأطعمة الحارة أو المقلية أو الدهنية. بروكولي، ملفوف، بصل، فاصوليا، عصير التفاح أو البرقوق، فواكه مجففة، أي شيء يحتوي على السوربيتول أو المانيتول أو المالتيتول الموجود في العديد من الأطعمة منخفضة. الكربوهيدرات أو الخالية من السكر. تغلب على بلوت. يمكن أن يكون الانتفاخ أيضا إحساسا يجعل البطن تشعر بأنها أكبر من المعتاد. لا يكبر البطن جسديا حتى يزداد حجمه بمقدار ربع جالون، لذلك قد يحدث الشعور بالانتفاخ، لكن البطن لا ينتفخ. قد تسبب الغازات المعوية الإحساس بالانتفاخ.
فيما يلي بعض الاقتراحات الإضافية لتقليل الانتفاخ. تناول الطعام ببطء واستهلك وجبات أصغر وأكثر تواتراً. امضغ طعامك جيداً. اشرب المشروبات في درجة حرارة. قم بفحص أبقم الأسنان الخاصة بك للتأكد من أنها مناسبة. زيادة النشاط البدني خلال اليوم. أجلس بشكل مستقيم بعد الأكل. قم بنزهة بعد الأكل. من المهم عدم حذف الأطعمة من النظام الغذائي تماماً والتي يمكن أن تسبب الغازات. كما نعلم جميعاً، يعد النظام الغذائي الغني بالألياف أمراً مهماً لانتظام الأمعاء وصحة القولون، لذا فهو يستحق الصبر الذي يتخيله ببطء لبناء القدرة على تحمل هذه الأنواع من الكربوهيدرات. ابدأ بإضافة الطعام المخالف الغني بالألياف بكميات أقل، نصف كوب أو أقل. تأكد من أن تناول السوائل ومستويات النشاط كافية، لأنها تساعد على مناورة الأطعمة من خلال الجهاز الهضمي. العلاجات الطبيعية وغيرها للغاز. تروج العديد من الإعلانات للأدوية أو العلاجات التي تقلل الغازات والانتفاخ. تبين أن بعضها مفيد في الدراسات السريرية، والبعض الآخر لم يتم إثباته علميا بعد، ولكنه مفيد من خلال القصص المتناقلة. قبل تجربة أي شيء، سترغب في استشارة طبيبك. يمكن أن يساعد منتجان في السوق في الغازات المرتبطة بالأغذية والانتفاخ. كلا المنتجين عبارة عن أنواع معبأة من الإنزيمات اللازمة لعرقلة الكربوهيدرات المسببة للمشاكل. غالبا ما يكون اللاكتاز الموجود في منتجات مثل ديري إيس ولاكتعيد من منتجات الألبان المجنونة. للمساعدة في تكسير اللاكتوز وتقليل الغازات، يساعد بيان على هضم الكربوهيدرات غير القابلة للهضم في الفاصوليا والخضروات الأخرى المنتجة للغازات. تشمل العلاجات الطبيعية للغازات ما يلي: شاي النعناع، شاي البابونج، يانسون. كراوية، كسبرة، الشمرة، كركم. تشمل علاجات الغازات المتاحة دون وصفة طبية ما يلي: بيتو، بسمول، الفحم المنشط، سيميثيكونا، إنزيم اللاكتيزي، لاكتعيد أو ديري إيس. بينو. عندما تقلق، في معظم الحالات لا تتطلب الغازات العرضية وانزعاج البطن عناية طبية. يمكن أن تساعد المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية أو التقييم الذاتي للعادات والتغيرات في سلوكيات. الأكل في علاج الأشياء. ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى الحصول على رعاية طبية عندما يكون هناك ارتفاع في وتيرة الأعراض أو مكانها أو شدتها، أو إذا كانت وسط فقدان الوزن أو الإسهال أو القيء أو الحموضة المعوية.